يس من العادة قد قلتها لا لا والله أنا زمان مو قاعد عني تجيني ومغاس ووجع بطن دشني وأنا ما أعرف ولا أنا مورة نقعد هيك قلتها أنت بس ليه تعملوني كذي أنا كنت صغيرة ما أعرف بس لما بقيت كبيرة وعرفتها وناس بلان جو ورانا قال لنا هو كده مصاح يلا أنا عرفتها سو يلا حتى لو لقيت مرة عندها شاب على لا تعمل لها كذا نقول لها هي مصاح لأنه نحن زيها وقبل العمل لنا كذي هو كده مصاح خلوا عنا ويمشوا بالطريقة السليمة الصحيحة. أصلاً ديل تاني خلاص خلوا الناس المضوا ديل تاني حلفاتنا ويرجع بس الصغار ديل لسه خلاص خلوهم يمشوا كده بطبيعتهم دي ربنا قاعد خلاص خلوهم كده بس قالوا كده يمشوا كده يعني إحنا ديل أصلاً مشينا خلاص خلوهم ديل يمشوا ثاني براحتهم ده زمنهم الزمن المضى ده مضى وانتهى ويرجع.